بينها ربنا تبارك وتعالى في كتابه، فقال: وصلي لربك وانحر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها لتضع من الله بمكان قبل أن يضع أو يقع دمها على الأرض. وقال: طيبوا بها نفسا فإنها مطاياكم على الصراط وسنة أبيكم إبراهيم عليه السلام، ولكم فيها بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف؟ قال: بكل شعرة حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن الإنسان يجوز له أن يضحي، كما قال: على كل أهل بيت في كل عام أضحية. ويجوز الأضحية عن المتوفى صدقة عنه من أولاده وأهله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأرخص للأعرابي، قال: ضحي عن ولدك فإنها خير شاة قدمتها لميتك أو لولدك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما عن التوكيل عن الأضحية فيجوز أن يوكل الإنسان المسلم من يثق به أن يضحي عنه باسمه تبرعا له وقياسا على الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح في الهدي بيده الشريفة ما ذبح من النور، ووكل علي رضي الله عنه لأن يذبح باقي الهدي بيده. فالتوكيل في الأضحية والعبادة جائز، كما أن التوكيل في الحج نفسه وهو فريضة عن المتوفى جائز إذا حج الإنسان عن نفسه، ويسمى بحج البدن، فيجوز هذا. فكيف لا يجوز في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي الأضحية؟ فننصح الإخوة المستمعين من بلاد الله الواسعة أن يفدوا بأضاحيهم إلى أرض حوصرت وضيق أهلها، جزاهم الله عنا خيرا خير الجزاء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.